من جديد كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي عقب نهاية لقاء الأهلي وصن داونز في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا وفوز تأهل النادي الأهلي بعد التعادل مع صن داونز بنتيجة 1-1 في استاد لوكاس موريبي. يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء كابتن خالد علي نص صن داونز ونص أهلاوي. كابتن خالد عايز أقول هارد لك وأقول الحتة اللي فيها القلب الأحمر مبروك. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهيره، مبروك لمجلس إدارته، مبروك ليكو. النادي الأهلي استحق إن هو إنه يعدي للدور الثاني. النادي الأهلي كان موجود النهاردة بقوة وكانت مفيدة جدا النادي الأهلي يجي بدري علشان يتعود على أجواء جنوب أفريقيا. فرقة زي ما قلنا صن داونز فرقة بتلعب كورة. المدرب قال إن احنا نتقابل في الوقت الغلط أو تقابلنا في الوقت الغلط. بعض الناس دايما بتتكلم وبتقول تصريحات بيتسو موسيماني بتنيم النادي الأهلي وجماهيره. لا طبعا، وزي ما قلت لك دلوقتي انتوا الناس كلها كانت بتكلمني وتقول لي انت كنت بتضحك في القرعه، دلوقتي عرفت سر الضحكه. عايزين نعرف بقى سر الضحكه بتاعه القرعه. انا بقول لك سر الضحكه ان احنا بقينا بره، هو ده اللي انا كنت خايف منه، هو ده اللي انا كنت متكلم فيه، علشان كده انا ما كنتش عايز نقابل الاهلي. الاهلي مش الفرقه اللي سنتين تخرجها من دور الثمانيه، مش ده الاهلي. ممكن صن داونز ما قدم عليه النهارده، بس خبرات واحترافية لعيبة النادي الأهلي قدرت توصل المباراة للنادي الأهلي عايزه. بيتسو موسيماني كان بيقول إنه مش عايز يفرض عليه أسلوب، فرض عليه النهاردة أسلوب. النادي الأهلي كان موجود، كان ضيع فرص. صن داونز ما يذكرش ليه فرص واحدة أو اتنين، بس الأهلي كان متواجد والأهلي استحق إنه يصعد للدور الثاني، الدور قبل النهائي. خالد، بيتسو موسيماني انا عايز اقف عنده كتير. مدرب محترم، مدرب يعني عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي، وكلامه وحديثه عن النادي الاهلي يعني لقى حب من جماهير النادي الاهلي. احساسك انت عارف قيمه ومكانه النادي اللي انت هتلعبه بتفرق كتير. طبعا انا قلت قبل كده بيتسو موسيماني ولاعيبته دايما عندهم النادي الاهلي التارجت بتاعه، دايما لما بيقعد في التكنيكال ميتنج دايما بيتكلم عن النادي الاهلي، دايما بيقول النادي الاهلي، دايما بيقول لعيبته انتوا ما عملتوش حاجه، شوف لعيبه النادي الاهلي، شوف النجوم اللي على قميص النادي الاهلي. فعلشان توصل لده ده مش من فراغ، علشان تبقى بطل القرن الافريقي ده مش من فراغ. فرقه بتعرف دايما كلامه ايجابي على النادي الاهلي. النهارده وهو قال قبل كده انه انا لعيبه النادي الاهلي في الوقت الغلط، كان كلامه صح، لعيبه النادي الاهلي في الوقت الغلط فعلا خرج في النهايه وخرج، ومبروك للنادي الاهلي. كان في حديث في الجانبيه ما بين مستر فايلر وبيتسو موسيماني، يعني عايز اعرف تعقيب مستر موسيماني على مستر ريني فايلر وهو دايما بيشيد بيه وشغله مع النادي الاهلي. بتقصد النهارده ولا الماتش اللي فات؟ هو دايما هو مدرب عنده 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 احترام لنفسه وبيحترم دايما، دي مهنه، لانه في النهايه هو النهارده هو كوتش في صن داونز، بكره ما تعرفش هو ممكن يكون كوتش فين. ريني فايرا نفس الحكايه، هو كوتش النهارده في النادي الاهلي، بكره ما تعرفش هو هيكون كوتش فين. فده شغل احترافي دايما. هو النهارده اكيد كان كل كلامه على تضييع الوقت، بس في النهايه انت الاهلي قفل المباراه، الاهلي سجل هدف، انت محتاج تسجل اربعه، فخلاص المباراه اصلا خالصه من الشوط الاولاني. فدايما هو علاقته علاقه ود وحب دايما على الخط، دايما مع المدربين. في النهايه ده شغل محترف. عايز اسالك بقى شخصيا، شفت ابداع فايلر انه يواجه مدرب بحجم بيتسو موسيماني ويستطيع التغلب عليه في اللقاءين؟ اعتقد يا فايلر مدرب كويس. فايلر مدرب كويس، ولكن في النادي الاهلي يعني فنيات. انت دلوقتي البطوله بتنادي النادي الاهلي، لو هنتكلم في حاجات في النادي الاهلي لازم تعيد ترتيبها، في نقاط ضعف في النادي الاهلي لازم المسؤولين او الجهاز الفني يشتغل عليها. انت دلوقتي خلاص انت هتلعب 90% هتلعب الوداد، الوداد غير صن داونز. الوداد فريق نفس الفكر بتاعك. انت صن داونز انت في النهايه انت لعيب، ده لعيب محترف بيلعب كوره للكوره. انت هتروح بره فرقه عربيه تانية، احنا عارفين قد ايه الضغط الجمهوري، الضغط بتاع الجماهير، قد ايه نفسيا، قد ايه احنا بنلعب على الـ على الـ على نفسيه بعض. فهي دي اللي هتفرق مع النادي الاهلي. احنا نبدا نتكلم من المباراه الجايه. هو مدرب كويس طبعا، ما فيش كلام، ما فيش نقاش، مدرب كويس انه يقدر يوصل واخد العلامه الكامله في الدوري المصري وواصل دور قبل النهائي، اكيد مدرب كويس. في شويه حاجات لازم تتظبط، وان شاء الله النادي الاهلي ياخد البطوله ان شاء الله. عايز اسالك بقى في نقطه مهمه ومثيره جدا، يا ترى كنت بتقول كل الاخبار وقناه الاهلي مش حارمه من حاجه، صح؟
انا حبيت بس نوضح، انا لما قلت قناه النادي الاهلي مش حرمانه من حاجه، انا بنتكلم على اليوتيوب موجود كل حاجه على قناه النادي الاهلي. يعني انت لو دخلت على اليوتيوب، دي شطاره منكم على فكره، انتوا برضو بتاخدوا تصريحات بطريقه عكسيه. انا ما قصدتش دي خالص، انا بنقول قناه الاهلي كل حاجه موجوده على اليوتيوب، كل حاجه انتوا بتعملوها موجوده على اليوتيوب، فهو انتوا بتقدوا شغلكم. فهو لو واحد قلب بيه شغل، لو عايز اي حاجه، ما انا هخش على اليوتيوب، لو اي حاجه انا عايزها انا مستني ان انا نروح او نشوف او في النهايه هم الفرقتين معروفين لبعض، مفتوحين لبعض. ما ينفعش انا اقول اصل انت جيت اتمرنت، اصل انت جيت بصيت على تمرين، مفيش كلام. دي تعليق شماعه. النهايه النادي الاهلي وصل، النادي الاهلي خلص في القاهره. النهارده كان ممكن حاجه، بس ما شفناش سان داونز لعب. خلينا ندي كل حقه، النادي الاهلي لعب، النادي الاهلي وصل، النادي الاهلي عمل نتيجه ايجابيه مع سان داونز، ان شاء الله يعمل ايجابيه مع الوداد، وان شاء الله يا رب يوصل للنهائي، وان شاء الله البطوله تكون حمراء، ونبارك لكم ان شاء الله على النجمه التاسعه ان شاء الله. بس ما تقولناش السنه الجايه بقى والقرعه، وترجعوا تاني تقولوا لي بتضحك وما بتضحكش. انا بيعجبني لما بتتكلم بالقلب الاهلاوي. طبعا انا كنت النهارده مع كنت جنب كابتن طارق وطارق انديل والكابتن سمير عدلي، فالشوط الثاني قعدت بينهم هم الاثنين، فكل شويه اقوم قلت لهم يا جماعه والله الماتش 1-1 خالص في بدايه الشوط الثاني خالص، اهدوا ما تعصبونيش وما تعصبوش نفسكم. ففي الاخر خلاص مبروك، يعني هي دي الروح الرياضيه، دي كوره في النهايه، دي مباراه كره قدم. الروح الرياضيه هي اللي بانت وهي اللي سادت بين فرقتين، بين جمهورين. يا رب نستفاد من التجربه دي، يا رب نستفاد في ملاعبنا، يا رب نستفاد في الدوري بتاعنا، يا رب نستفاد في المستقبل في الحاجات اللي احنا شفناها من فرقه محترفه. ان شاء الله وتكمل، ويبقى العلاقات دايما هي اللي بين الانديه. هنتقابل السنه دي وهتقابل السنه الجايه، ان شاء الله السنه الجايه نبقى نطلعكم. مش هيحصل يا كابتن خالد، هارد لك حبيبي، ربنا يخليك حبيبي، حبيبي ربنا يخليك حبيبي، باي باي حبيبي، باي. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، ده كان لقاءنا مع الكابتن خالد علي المنسق الإعلامي لنادي صن داونز. يعني الراجل بيحمل